اهلا بكم، وحنا كنتواجدوا دائما في مدينه اكادير حيث اننا كنعيشوا الاجواء الرمضانيه المميزه. خرجنا للشارع باش نشوفوا الاراء ديال المواطنين حول التغذيه السليمه خلال هذا الشهر المبارك. كذلك ما نساوش خدينا كلمه ديال اخصائي في التغذيه، وفي هذا الاطار بقوا معنا باش نشوفوا هذا الروبورتاج من اعداد الزميل محمد. تتعدد الوصفات الغذائية التي يعود وقع الإيجابي على جسم الإنسان، خصوصا في شهر رمضان، حيث يستوجب العمل على أخذ كميات غذائية متنوعة لتحقيق التوازن الغذائي الكامل. بالنسبة لي أنا في رمضان الوجبات اللي يمكن لي نبدأ بهم وهو الماء والتمر وإن سلاد فيرت يكون فيها كل شيء خضر طبيعي، وعاد من بعد نشوفوا الأشياء سخونة بحال كويس داساي ولا كاس الحليب اللي هو تيكون دافي. وجهة نظري انا بالنسبه للمأكولات اللي مزيانه في رمضان من بينهم العصير ديال الليمون اللي كياخذوا بزاف ديال الناس، وكاينه الحريره اللي المغاربه كامل وكيتشاركوا فيها كتكون في البطوله، والتمر حيت مفيد ومغذي وخفيف، وكاين بعض المأكولات الاخرى اللي ممكن انه كبحال الحوت. كنفضل نفطر بالحلمه والتمر، ومن بعد كنتبعو ديسير هو اللي كيهضم باش نقدر ناكل. الانسان كيبعد من الشباكيه، يبعد من سليلو بين كيكون داكشي محروق في الزيت، الدشيشه بشويه ديال البصله، وما كنديروش فيها الحليب، هي مفيده احسن من ديك الحريره الحامضه. التعدد الغذائي غير السليم يجعل الجسم يعيش مشاكل صحية عديدة. هنا سألنا الدكتور بداهي أحمد الحاصل على دكتوراه وطني في البيولوجيا تخصص التغذية، بالإضافة إلى عدة دبلومات في أمراض التغذية والطب الرياضي وطب الشغل بفرنسا، ناهيك عن حصوله على دكتوراه في الطب والصيدلة وكذلك دبلوم الفحص الصدى بالدار البيضاء. الدكتور بداهي يوضح مجمل النصائح التي وجب اتخاذها في هذا الإطار. السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. يعني ممكن نتكلموا على التغذية ورمضان. كيف كيعرف الجميع بأن رمضان كيكون واحد التغير نمط الأكل من ناحية العدد ديال الوجبات الغذائية، وكذلك من ناحية النوعية ديال المأكولات اللي كيشد الناس في رمضان. فهاد الشهر المبارك الناس كياخذوا بزاف المأكولات اللي كتكون غنية ومشبعة بالسكريات، وكتكون كذلك غنية بالدهنيات. هذه عادة كتكون في رمضان، وكيعرف الجميع بأن هذه الأغذية اللي مشبعة بالسكريات والدهنيات كتكون شوية صعيبة على الصحة ديال الإنسان، لأنها كتعطي واحد السعرات حرارية مرتفعة اللي كتفوت الطاقة الاستيعابية ديال الإنسان، وكتفوت الحاجيات ديال الإنسان الطاقة. يعني مثلا العادات اللي كان في رمضان تناول ديال الشباكيه بكثره، لان واحد الشباكيه راه واحد الوحده ديال الشباكيه كتعطي مئات ديال 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 الكالوريات في واحد الوقت وجيز، وكذلك المواد الغذائيه المشبعه بالدهنيات كذلك اللي كتعطي واحد السعرات حراريه مرتفعه اللي يقدر الانسان يستوعب حتى 5000 كيلو كالوري في واحد الظرف وجيز ديال بضع دقائق. وهاد السعرات الحراريه المرتفعه اللي كتفوت الحاجيات ديال الانسان كتحول داخل الانسان للدهنيات اللي كتراكم داخل الانسجه وداخل الاعضاء ديال الانسان، جهه القلب، الجهه ديال العضلات، وفي الجهه ديال الجهاز الهضمي. وبالتالي كتسبب في رمضان في هذا الشهر لهاد الناس اللي كيتناولوا هاد المواد الغذائيه بكثره كتسبب في الزياده في الوزن، وتقدر تسبب كذلك في السمنه، وكنعرفوا ما هي الاضرار ديال الزياده ديال الوزن وكذلك ديال السمنه على الصحه ديال الانسان، من ناحيه ديال كتاثر على الجهاز ديال القلب والدوره الدمويه، كتاثر كذلك على الكلي، كتاثر على الجهاز الهضمي، وكتهضر كذلك على ديال على البصر، على الحاسه ديال البصر. اذا كنصح الناس في هذا رمضان باش يقل الى كاع الشهوه، مثلا الماكلات ما ياكلوها غير مره ولا جوج مرات في السيمانه، وبواحد الطريقه معتدله بحال الشباكيه مثلا
ناكل الى الانسان قاعد يتشهى يشدها مره ولا مرتين ثلاث سمين، لان ما يمكنش تاخذها يوميا يوميا، راه غادي تعطي واحد السعرات الحراريه المرتفعه اللي تقدر تسبب في مضار على الصحه ديال الانسان. وتبقى صحة الإنسان رهينة بتناول الأغذية والسوائل المناسبة خصوصا وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى اتساع ساعات الصيام.